يعني أولا الأمر توضيحي أن هذا اللقاء يأتي بعد أقل من شهر من اجتماع العقبة في 26 من شهر فبراير الماضي، واللي كان من ضمن مخرجاته شبيهة في المخرجات التي نشرت في البيان الختامي في لقاء شرم الشيخ أمس. لكن ما ننقلب على ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي. الآن جميع الأطراف معنية بالهدوء في المنطقة بشكل كامل، ولكن هناك يجب أن يكبح جماح وزراء حكومة الاحتلال أو وزراء حكومة نتنياهو. رأينا سموريتش فجر اليوم يتحدث عن أنه لا يوجد شعب فلسطيني، بن غفير يهاجم ويحلل دماء الشعب الفلسطيني، نتنياهو يعطي تصريحات لقتل كل ما هو فلسطيني، وبالتالي الكرة بالأساس هي في ملعب الاحتلال الإسرائيلي ليس لدى الشعب الفلسطيني. ما يقوم به الشعب الفلسطيني من عمليات فدائية وردات فعل على جرائم الاحتلال المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني، وبالتالي نجاح هذه اللقاءات أعتقد منوطة بإجراءات الاحتلال. صحيح أن البيان أمس كان بيان متزن، بيان غير بيان العقبة، يتحدث عن شق سياسي غير اللقاءات السابقة، ليس فقط يتعلق بالشق الأمني، ولكن أيضا يتحدث عن الشق الاقتصادي. الاحتلال في بعد لقاء العقبة قام بالاقتحام نابلس وجنين وقتل بدم بارد في الفترة الأقل من شهر أكثر من 30 فلسطيني، أضف إلى ذلك أنه لم يفرج عن أموال السلطة التي طبعا يقرصون عليه، وبالتالي الكرة بالأساس هي في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة هو يضبط أعصابه، وكل ما يقوم به ردات فعل فردية من بعض الشباب الثائر الفلسطيني الذي ينتقم من جرائم الاحتلال تمارس يوميا ضد شعبنا الفلسطيني. طيب، أثناء الاجتماع تم الاتفاق على آلية بين مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، ما هي هذه الآلية دكتور؟ الآلية تأخذ اعتبار الاتصال اليومي، وهو شكل من أشكال التنسيق الأمني القائم، أصلا هو لم يتوقف بشكل أساسي، ولكن الحديث عن آليات لهذا الاتصال، خاصة أن الآن المسؤول الإدارة المدنية هو سمريتش الذي لا يعترف بالشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا سيحدث أزمة لدى حتى المؤسسات الأمنية الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الآلية ستأخذ في شق التعاون بشكل مباشر في الاتصالات اليومية دون وساطات، وهذا يحتاج بالتأكيد إلى بناء ثقة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ومنوط أولا بوقف الاحتلال دخول مناطق بشكل كامل التي تحرج السلطة بشكل أساسي، ثم يتم الاتفاق على إفراج أموال السلطة وإنعاش خزينة السلطة التي تعجز حتى الآن عن دفع رواتب موظفيها، ثم يبدأ بعد ذلك لقاء آخر. قد يكون هناك عدة لقاءات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال شهر رمضان، ولكن حسب ما هو معروف أنه سيكون هناك لقاء أيضا للجنة الخماسية خلال شهر رمضان لتقييم ما تم إنجازه. أنا أعتقد أنه الأيام القادمة ستكون طبعا مرهونة أي حدث بما سيقوم به الاحتلال، إن كان هناك هدوء فسيفرض الهدوء على الحالة الفلسطينية. في النهاية هذا شهر الكريم وشهر تعبد لدى الجميع، وسلوك الاحتلال هو الذي سيحكم بالفعل على ذلك. يعني لدينا نتحدث عن شهر رمضان الكريم لدى المسلمين وأعياد لدى اليهود والمسيحيين، نعتقد هذه الفترة يجب أن يكون هنا بها بشكل أو بآخر طبعا هدوء أقل تقدير ليقيم كل من كل دين شعائر الدنيا في هذه الفترة، ويبدأ تكون فترة بصراحة لتقييم الأوضاع بشكل أساسي. حسنا دكتور، طيب كيف تقيمون دور الدول المشاركة في الاجتماع؟ نحن نتحدث هنا عن الولايات المتحدة، أردن، مصر. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة لو بدأنا بها، فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول ألا تدير الصراع كما كان بالسابق ولا حتى تحله، هي الآن تحاول تنقذ دولة الاحتلال من حجم التطرف الذي وصلت إليه، وبالتالي هي بشكل أو بآخر ضد هذا الانهيار. يمكن أنا تحدثت في إحدى اللقاءات معكم عن مقال كتبه توماس فريدمان، وهو كاتب يهود صهيوني، كان يتحدث وهو كاتب شهير في أمريكا، كان يتحدث عن ضرورة أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ إسرائيل من نفسها، بالتالي هذا ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. الأردن هي المشرفة بالأساس على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأي سلوك من قبل الاحتلال سيحرج المملكة، وبالتالي المملكة التي بينه وبين الاحتلال اتفاق سلام تريد أن تضع حد لمهاترات الاحتلال في هذا الملف. مصر بصراحة تتحرك بشكل وازن وبدون الضغوط، لأن مصر في النهاية ترى نفسها هي التي تستطيع أن تفعل شيء ولها قبول لدى كل الأطراف، تتحرك بهذا الأمر. وأنا أعتقد أن البيان هذه المرة كان
كان يعني أقوى من بيان العقبة وبيان يربط بين الشق الأمن والشق السياسي لوجود دور مصر كبير هذه المرة، ومصر تحاول في هذا الملف أن يكون بالفعل هناك إنجاز في هذا الأمر. ونحن فلسطينيا بصراحة ننتظر أن يكون تحرك مصري خلال الفترة القادمة يستطيع أن يضع حدا بصراحة لسلوك الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وخبير بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.